Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me. السلام عليكم، معكم عماد ديال نصيب مع عماد فيديو جديد. دابا حنا في مرحلة نصف الطويل المطلق الثاني ديال بوزورقطون. كيفاش تلاحظوا معايا حنايا في نقطة السباق، جميع الجمعيات وصلوا الحمد لله. آخر جمعية وصلت مع 2:58 دقيقة بالضبط، هي جمعية ديال الجناح الذهبي. دابا حنايا غادي نوريكم التستيفة ديال الحمام ونقطة السباق كي دايرة. خليكم معنا ما تشوفين. هادو معنا هنا الجمعية ديال النهضة، هي الأولى وصلت نقطة السباق، هي الأولى. شبعة الجمعية ديال رباط السلام، شبعتها الجمعية ديال الشرف، وشبعتها الجمعية ديال السخيرات، هما هادو اللي هنايا. وشبعتها الجمعية ديال التمارية، هي هادي. وجمعية ديال بوزنيقة، هنايا غادي يكون هاد الديكلاج، هاد الخوية اللي كاينة هنا لاحظتوها، هاد الخوية ديال الإخوان نحيا. علاش؟ علاش؟ حيت كاين هاد الجبل هذا هنا، وكاين واحد الشجرات هنايا أونفاصلين هنا، واحد الشجيرات نتمنى يقدوش يبانو ليكم. نزيد نقرب، ها هما كاين هاد الشجيرات هنايا. هادي جمعية ديال الرباطية، واخا يا عثمان. جمعية ديال بورغراك، مرافق ديال الاخ عثمان. اربعة باقي فايق معنا شي هوايا. الجمعية ديال البرج، مولي دايرين الحصاير هكا. هنا هي الجمعية ديال السلاوية، الله يحفظك خويا، الله يكبر بك. هنا هي الجمعية ديال سلاشة، هي ديال تما كاينه، راه هو كاين الكاميو ديال الجناح الذهبي. تحية شي ليكم اخي عثمان، توفق عليكم. راه هو الجناح الذهبي هو هذا اللي لهنايا فين بلاص. هنا راه كاينه هادي رونبوان هنايا، ها هو التسيفه ديال الحمام مع الشانطي. تحية شي ليكم وبالتوفيق لجميع الموالع. صباح الخير عليكم الاخوان. حاليا دابا الساعة هي 7:50 دقيقة، هي 8 قلق سمعين. حنا تنتواجدو في منطقة بوزرقطون، نقطة السباق نصف الطويل المرحلة الثانية. كيفاش تلاحظوا معنا هنايا الأجواء ديال الأجواء كي داير حاليا. حاليا الصباح هذا باقي كاين البرد، وكاين شوية ديال الريح، تسمى بحال هكا شو الريح كي داير. أنا غادي ندور ليكم تشوفوا التسيفة ديال الجمعيات، وبالتوفيق لجميع الاخوان. وديروا جيم وابوني وفعلوا الجرس، وبالتوفيق لجميع الموالاه. التستيفة كالتالي، جات في اللي سبقات الاولى، نقطه السباق هي الجمعيه ديال النهضه، راهم الصنادق صفرين،
تبعتهم الجمعيه ديال رباط السلام، تبعتهم الجمعيه ديال الشرف والصخيرات، الجمعيه ديال التماريه، الجمعيه ديال بوزنيقه عين عوده، والجمعيه ديال الرباطيه، والجمعيه ديال سلا ديال السلاوي، الجمعيه ديال البرج، جمعيه الاتحاد السلاوي، والجمعيه ديال بورغراك، والاخرى اللي لهيه كيولي من لهيه كاع القنتاني ديال الصندوق، الجمعيه ديال الجناح الذهبي. هاد لي سباس هذا اللي خليت ما بين الجمعيه، ما بين الجمعيه وجمعيه، ما بين الرباطيه وجمعيه ديال بوزنيقه وعين عوده، هو كاين هاد الكديه هادي اللي لاحظتو معايا هنايا، وكاينين هاد الشجرات. هذاك خليت هذاك لي سباس كامل بينهم باش يخرج الحمام ما يتقاصوش لنا تما كاينه. هذاك لي سباس علاش وبالتوفيق للجميع الاخوان. السلام عليكم الاخوان، حاليا 28 دقيقه، الجمعيه ديال النهضه، هذا داروا له السيكو مواجدي وشربوا، الجمعيه ديال رباط السلام، سفيان جمعية الشرف، جمعية الصخيرات، ها هو عماد كونفويور الصخيرات، التوفيق للجميع. جمعية التمارية، السلام عليكم. وعليكم السلام. الجمعيه ديال بوزنيقه وعين عوده والوفاق الصخيرات، هذا الاتساع المره الثالثه اللي خليت هو هذا الاتساع اللي خليت ما بين هذه الجمعيه الرباطيه وما بين الجمعيه ديال الوفاق. علاش كاين هذوك الشجرات وهذيك الكديره هو سيتي بالك كونفوير طالع تما كاينه. علاش علاش هذاك الاتساع بقى كامل؟ الجمعيه ديال الرباطيه، جمعيه بورغراك، الجمعية ديال البرج، أو طامانكو خدام شي ضرب شي ورق، الجمعية ديال السلاوية، الله يسخرك أخي، أو الأخ عشمان. اخي عشمان التوفيق عليكم اخويا، الله يسخر الاخوان. والجمعيه ديال الجناح الذهبي، ها هو كاتريس، ها البوزيسيون ديال الحمام، الخرجه راه هي هكا، وبالتوفيق للجميع الاخوان. اخوان جمعيه النهضه أسامة بيبان والكوليات، راه 11 بيلا نطلقوها أسامة، جمعية رباط السلام، سفيان
11 بيلان تلقوا حل البيبان والكليات الله يسهل عليك راه عندكم باش ناكدوا دابا صافي حمزه راه هضرش مع سفيان 11 بيلان ان شاء الله باش ناكدوا جمعيه الشرف رضوان البيبان والكليات 11 بيلان تلقوا دابا راه تشنوا تثق في الفيديو عيمات الصفيرات الكليات والبيبان اخويا راه 11 بيلان ان شاء الله غادي نطلقوا الحميمه باذن الله جمعية الرباطية عفوا جمعية التمارية خيزوه 11 بيلة بإذن الله حل بيبان والكلية الله يسهل عليك دابا راه الساعة راه 10:44 دقيقة جمعية عين عودة وبوزنيقة شوف البيبان والكوليات الله يسهل عليك راه 11 بيلا ان شاء الله نطلقوا باذن الله عين عوده 11 بيلا ان شاء الله الجمعيه الرباطيه ابراهيم 11 بيلا باذن الله نحلوا نطلقوا الحميمات ان شاء الله شوف خويا حل البيبان والكليات الله يسهل عليك جمعية سلا البرج خويا بورغراك شنو عفون وعماد لا هذيك كلشي صافي راه 11 بيلا ان شاء الله نحلوها انتم اخويا ردوا البال حيت دايرين تير واحد الله يسهل عليك المحل ردوا البال ناضي الله يسهل جمعية البرج طمانكو حلي شي بيبان والكوليات رد البال اخويا راه دايرين لاستيك واحد ردوا معاه البال الله يسهل عليكم اللي مشي خصنا اخونا جمعية السلوية خاي منصف فيصل هادي باش ننسى سميه خاي فيصل سمح لي انت اخويا الكوليات والبيبان الله يسهل عليك انت راه حلي شي الله يسخر لك انت اخويا رد البال مع لاستيك حيت واحد رد معاه البال اخويا الله يسهل لك ان شاء الله راه 11 بيلا نقدروا نطلقوا باذن الله خي عشمان واجدين ياك الله يسخر لكم هانتوما شوف راه 11 بيلا ان شاء الله نطلقوا هانتوما ردوا البال هانتوما راه دايرين لاستيك واحد نمشي تحل لكم ولا تقطع ولا شي حاجه الله يسهل عليك المهم راه باش ما يوقعش المشكل جمعية الجناح الذهبي انا راه الرومبو كاتريس حلي شي كلشي اخويا وان شاء الله راه 11 بيلا باذن الله نقدروا نطلقوا اخويا صافي هاد السيفه ديال الحمام ها نقطه السباق بوزرقطون وبالتوفيق للجميع اسامه نهضا واجد واش واجد اسامه رباط السلام حمزه سفيان رضوان الشرف وجد عماد صخيراش وجد زهير تماريا وجد بوزنيقة وجد ابراهيم الرباطية وجد عشمان البرج وجد واجد منصف عشمان واجد كاتريس وباش تسمع الصفارة كلشي يطلق باش تسمع الصفارة كلشي يطلق والاخوان 11 بيلا والاخوان 11 بيلا
تمام، راه مشى الاخوان من فوق الدار نجي هنا.